في شدة مرضه قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في شدة ظلمته ووحدته قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في شدة حاجته وفقره قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقد تكون في تمام ألمك وحزنك ووجعك ولا تستطيع أن تطلب مباشرة من الله وتسمي حاجتك، فما قال أيوب: اشفني يا ربي، وما قال يونس: أخرجني يا ربي، وما قال موسى: أغنني وزوجتي، أغنني وزوجني، بل مناجاة دون طلب. وهو سبحانه عليم حكيم، استجاب بكرمه وحكمته، فأبشر بالخير وما تمنى قلبك، فربك يعلم ويستجيب دون أن تطلب، فقد ناجيه بصدق ويقين.